طيب نجي نتحدث عن موضوع السيد جاسم الحلفي. السيد جاسم الحلفي أعلن موقفه ونشر بوست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان قبل ذلك بعدة أيام كان هناك الكثير من المنصات بدأت تتداول أخبار وأحاديث وتحاول أن تشوه بطريقة أو بأخرى قوة التغيير، كانت تنشر على شخصيات، مجموعة من الشخصيات التي الشارع العراقي عنده الكثير من الملاحظات عليها، وهناك محاولة لإيهام الرأي العام إنما المسؤول عن ذلك هو جزء من الأحزاب الناشئة ولا أحزاب الليبرالية اللي أنا أحب أسميها داخل قوة التغيير. لذلك إحنا وضحنا سابقا للسيد جاسم الحلفي ماهية الوضع بكل صراحة، والرجل مشكورا تفهم كل هذه التفاصيل. لا وجود اليوم في قوة التغيير أو الموقعين على بيان قوة التغيير الأخير بإعلان التحالف مع كتلة الوطن اي جهه او حزب ضد، لست بصدد الدفاع ولكن مواقفنا هي من تعلن على نفسها. اما بالحديث عن وجود احزاب فهي واجهات، نعم هذا واقع اليوم بالعراق، هناك اكثر من 300 حزب، بالتاكيد ستعمل الاحزاب التقليديه على تشتيت الموقف. اليوم انت تروح الى مفوضيه انتخابات تريد تسجل حزب تلقى احزاب بالعشرات قيد التاسيس، وهناك احزاب صار لها سنين طويله هي خامله قد تفعل في اي لحظه، وهناك اجتماعات وهناك نواب يعملون على اغراء، وهناك سنين وصار المشكله مو بالاحزاب، عدد الاحزاب. اقول لك اكو اطراف مسؤوله هي من احزاب تقليديه مثلا تابعه للحكمه موجوده وياكم. هو خلي اوضح الفكره، هذه الاحزاب هي واجهات محجوزه لقوة تقليديه من اجل تفعيلها، واليوم الساحه مليئه بالكثير من الاحزاب، وقد نواجه في اي لحظه ايضا لاعلان لتحالف مدني قد يكون ايضا واجهه وواجهه لقوة تقليديه في محاوله لتشتيت الشارع، محاوله لاسقاط هذا المشروع. كل هذه الامور ستنتهي بوضوح موقفنا، تنتهي بعملنا الميداني، تنتهي بطبيعة والشخصيات اللي احنا نتبناها في الانتخابات القادمة. لم ولن تسمح قوى التغيير بأن يكون بين مرشحيها مرشح قد رشح مع جهات تقليدية أو كان مسؤولا لدى زعيم سياسي.